أهلا بكم في اختراعات أبي الطيب التي كان الأول فيها شعرا ولغة ومعنى. معكم علي بن تميم في بيت القصيد. ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما. هذا مطلع قصيدة أبي الطيب الشهيرة التي قالها في رثاء جدته. يقول في هذا البيت إنه لا يحمد الأحداث السارة التي تقع ولا يذم الأحداث الضارة، لأنه إذا بطشت هذه الأحداث بنا فذلك ليس جهلا منها. يقصد أن جميع ما تفعله الأيام والأحداث ليس لها، وإنما تنسب الأفعال إليها استعارة ومجازا. كتب أبو الطيب هذا البيت وهو يتألم أشد الألم، وقلبه يتقطع من الحزن على فراق جدته التي ماتت قبل أن يصل إليها. لكن كيف استطاع الوصول إلى هذه الحكمة؟ كيف استطاع الصبر في وجه هول هذا الموقف، وأعمل عقله وفهم ما يعنيه ما حدث؟ في هذا البيت يضع أبو الطيب أول تعريف حقيقي لعلم التاريخ ولما يجب أن يكون عليه المؤرخ، أن لا ينحاز عند روايته، وأن لا يزيف، وأن يقرأ التاريخ قراءة تدبر وفهم. فالأحداث التاريخية هنا لا تبطش ولا تكف رحمة، وإنما تسير وفق قوانينها الخاصة، وهو ما أكده في بيته الذي يقول فيه: إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى. هذا هو المعنى الذي صاغه فيما بعد ابن خلدون حين تحدث عن نظريته في نشوء الدول وتطورها وانهيارها. هذا هو سبق أبي الطيب، وهذا هو بيت القصيد.